فينبغي أن نعرف أننا عندما نفقد لغتنا العربية نفقد قدرتنا على التفكير بالشكل السليم، أننا فقدنا لغة القرآن، فقدنا فهمنا للقرآن، فقدنا تمسكنا بما هو لنا وله قيمة لنا. نعم. فهذا مؤسف اليوم، أننا نجد الكثير من الطلبة، وأنا بنفسي التقيت بكثير من الطلبة في طلبة مدارس أو طلبة جامعات أو بعض الخريجين، يأتون إلي لحل مشاكلهم، يبغون التوجيه والإرشاد. نعم. فيقولون لي أو يشرطون علي، أريد التحدث باللغة الإنجليزية. عجيب. لا أستطيع أن أعبر بالعربية، ولا أحب الكلام بالعربية، لا أحب أن أتكلم بالعربية. سبحان الله. نعم. وعندي أمثلة كثيرة جدا، يعني لا نقول أن هذا استثناء، بل هو في تزايد مستمر، يدفعه شغف أولياء الأمور لدفع أبنائهم للتعلم بلغات مختلفة. ندخل إلى مدارس ثنائية اللغة من أجل أن يكتسبوا اللغة الإنجليزية وهو الأساس على حساب لغتهم وثقافتهم. من العجيب أنني في يوم من الأيام أخذت معي أحد المسؤولين معي في السيارة. طيب. رن الهاتف، أخذ الهاتف وبدأ يتكلم باللغة الإنجليزية. لم أستطع أن أحدد هوية المتكلم، وما زادني حيرة أنه قال يلا حبيبي مع السلامة. سبحان الله. قل هذا الهندي يكلمه، قل له حبيبي العامل ولا إيه، لم أستطع أن أحدد. فهو رأى الحيرة في عيني يعني، فقال هذا ابني يبلغ من العمر 15 سنة ولا يتكلم العربية. معقولة؟ لا يتكلم العربية. عماني الجنسية. عماني الجنسية. طيب لماذا؟ يقول عندما كنت أدرس الدكتوراه كان يدرس في تلك الدولة باللغة الإنجليزية، وعندما عدنا هنا بحثنا له عن مدرسة باللغة الإنجليزية واستمر فيها ولا يتكلم العربية. أين الأسرة في البيت؟ هذا أبوه. أين القرآن؟ هذا أبوه. لا حول ولا قوة. فعندنا مشكلة حقيقية عندما نركز كثيرا على تعلم اللغة الثانية، عندما تكون اللغة الإنجليزية هي الأصل، يؤثر علينا حتى في اختيار المعلمين. الآن المعلمين عندما أختار، أنا صاحب مدرسة خاصة، نعم، أريد أن أختار معلم لمادة العلوم. نعم. أنا العلوم أدرسها باللغة الإنجليزية، فأصبح من أهم المعايير عندي أن تكون لغة هذا المعلم الإنجليزية سليمة، أكثر من كون إنه هل هذا الإنسان عنده القيم التي أريدها في مدرستي أو لا. فعلا المعيار الأول، يعني المعيار الأول اللغة. فقدان هذا المعيار لم يتوقف عند اللغات أو المواد التي تدرس باللغة الأخرى، بل أصبح ديدا هذه المدارس. إلى أين نذهب نحن بالتعليم عندما تكون قيمنا لا قيمة لها، وعندما يصبح همنا معايير مختلفة عن معاييرنا الأساسية التي نرتقي بها كبشر؟ مصيبة. لا نعمم، ولكن نقول عندما تختل معايير الانتقاء، نعم، هذه العلامات ستحصل وستزداد. فعلينا أن نرجع إلى تقييم معاييرنا التي نختار من أجلها معلمينا. نعم. وهذا يحصل في المدارس الخاصة بشكل كبير، وبشكل أقل بكثير في المدارس الحكومية، كونها تدرس باللغة العربية. أي نعم نعم. طبعا اليوم نحن لغتنا العربية، نعم، عند خريجينا كالثوب المرقع. عندما تستمع إلى طالب يتكلم، طالب درس اللغة، نعم، درس العلوم بلغة غير لغته الأم، وعندما يشرح لك ويتكلم معك حديثه كالثوب المرقع، خليط. ففي كل مرة يجهل كلمة هي كالخرق في ذلك الثوب، والرقعة تأتي بكلمة أجنبية، إلى أن يحصل الذي يحصل أن الثوب يغلب عليه الطابع الأعجمي لكثرة الرقع، ولا يبقى منه إلا القليل الذي يدلك من بعيد أن هذا أصله عربي. وقال اتسع الخرق على الراقع.
فهذا أمر عجيب. اهتمام التعليم باللغة العربية يجب أن يكون مطلبا أساسيا في كل المدارس، خاصة كانت أو عامة. نعم. أنا غير مؤيد بتاتا للتعليم باللغة غير اللغة الأم، ليس من باب التعصبية أو العصبية القومية، ولكن انظر إلى شعارنا وما نطمح إليه في رؤيتنا لعمان 2040. نعم. أن تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة. طيب، ماذا تفعل الدول المتقدمة؟ دعنا نختبر ونفحص الدول المتقدمة، كلها بلا استثناء تدرس بلغتها الأم. فعلا، الصين، اليابان، فرنسا، والقائمة تطول. فنلندا لا يتحدث بلغتها إلا هي، ونحن عندنا اللغة العربية يتحدث بها العالم العربي كامل، والإسلامي كثير ممن في العالم الإسلامي. فعلا. ولكن السويد، اللغة السويدية يتعلمون بلغتهم لا بلغة غيرهم، يصنعون الإنسان. والألمان وغيرهم، إن أردنا أن نتقدم سواء في الابتكار أو البحث العلمي أو في بناء الإنسان، أن نعود إلى لغتنا، لأن الذي يحصل اليوم ما هو إلا هدم لهذا الإنسان. يعني الدكتور طه حسين يقول إن الذي لا يقدر على لغته العربية ليس ناقص الثقافة فحسب، ولكنه ناقص المروءة أو ناقص الرجولة. لا إله إلا الله. فنحن نفتقر إلى هكذا اهتمام في اللغة العربية في تعليمنا، وأراه أنه من أكثر المعوقات نحو التعليم.